استقبل متحف اللوفر الفرنسي معرض من دلمون إلى تايلوس، رحلة أثرية حول مملكة البحرين. حضر هذا المعرض المقام في باريس وفد من هيئة البحرين للثقافة والآثار. تفاصيل أكثر في سياق تقرير مراسلتنا فاطمة بلعيد. حضارة دلمون، الإرث التاريخي والحضاري العظيم لمملكة البحرين، يزور متحف اللوفر الفرنسي في إطار إعارة من متاحف البحرين لمدة 5 سنوات، وهو ثمرة للتعاون الوثيق ما بين متحف اللوفر وهيئة البحرين للثقافة والآثار في ظل الاتفاقية التي تم توقيعها ما بين المؤسستين كجزء من الزيارة التاريخية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم إلى العاصمة الفرنسية باريس عام 2019. المضمون الثقافي يعد الوسيلة الأكثر فعالية للترويج للبحرين لما تمتلكه المملكة من تاريخ ثقافي غني ومتنوع. هذا المعرض يأتي نتاج لاتفاقية بين هيئة البحرين للثقافة والآثار ومتحف اللوفر، والتي تم المصادقة عليها خلال زيارة سيدي صاحب الجلالة الملك البلاد المعظم للجمهورية الفرنسية، حيث نؤكد على الدوام بأن التعاون الثقافي بين البحرين وفرنسا هو محض اهتمام من جلالته، ونترجم هذا الاهتمام من خلال هذا التواجد الثقافي في متحف اللوفر والمؤسسات الثقافية الأخرى. القطع الأثرية والحضارة التي الحضارات التي تعاقبت على أرضها هي ما نحب أن نروج له، وفي هذا المتحف العريق الذي عمل فريق من المختصين على تصميم هذا المعرض وعلى التنقيب أيضا على مدى سنوات في مملكة البحرين منذ السبعينات، والفرق فرق التنقيب الفرنسية تأتي إلى مملكة البحرين للبحث عن آثارها وعن أهم ما تملكه من كنوز. يقدم معرض من دلمون إلى تايلوس فرصة للتعرف إلى ماضي البحرين القديم وإرثها الاستثنائي والمتنوع من خلال أكثر من 70 قطعة أثرية تحكي قصة الحضارات المتعاقبة على مملكة البحرين ما بين العصر البرونزي قبل أكثر من 4000 عام وحتى بداية الألفية الأولى بعد الميلاد. وتكشف هذه القطعة الكثير حول الممارسات الاجتماعية والعلاقات السياسية والثقافية ما بين سكان البحرين قديما والحضارات الأخرى من حولها. لمملكة البحرين تاريخ طويل ووجود قديم. إن هذه المنطقة تتميز بتاريخها، وتتمثل مهمة متحف اللوفر في إظهار تنوع وثراء تاريخ العالم بشكل أساسي من خلال الأعمال الفنية والإبداعات الفنية. إذن هنا الآن نحن في قلب مهمة متحف اللوفر ولفهم تاريخ الخليج العربي بشكل أفضل، لأنه في الأساس تاريخ لا يزال يكتب من خلال علم الآثار. موقع البحرين المركزي في قلب الخليج بالإضافة إلى مواردها الطبيعية الاستثنائية مكنتها من أن تصبح مكاناً للتجارة والتبادل في قلب الطرق البحرية التي تربطها بالمناطق المجاورة. وعلى مدى عدة عقود أجريت العديد من الأبحاث الأثرية في البحرين لتكشف عن حضارات ثرية وأصيلة. بفضل هذا العرض سيتمكن الجمهور الفرنسي والعالمي من اكتشاف التراث الغني للبحرين والحضارات التي ازدهرت فيه على مدى العصور، وستخرج هذه الأعمال الفريدة التي قليلاً ما مثلت من قبل إلى النور في قلب متحف اللوفر العريق. فاطمة بلعيد، تلفزيون مملكة البحرين، باريس.